راه مجموعه قويه طبيعه الحال، فيها الوصيف ديال كاس العالم اللي داز، فيها بلجيكا راه مكلاسيه دوزيام مونديالمون، ايوا، وكندا راه 30 عام ما تكاليفياتش. ايوا كنظن زعما واخا كاينه واحد الحظوظ في النظريه ديالي، والله اعلم والله اعلم. ايوا انا بالنسبه لي انا اول لاعب عندي انا، واخا دابا الناس بزاف الناس ما غاديش يتفقوا معايا، انا الحمد لله افا سونتر دو بوينت افيكاس ناضي كيعجبني، هذه اول حاجه. بالنسبه للميليو، الميليو بان لي راه مزيان، اللور تبارك الله تا هو مزيان، ايوا هادشي اللي بان لي، بان لي كلكو زيليمون اللي خاصهم، وبطبيعه الحال الزياج هذاك راه باين، ما كيبقى كما كنقولوا كيبقى المدرب هو اللي كياخذ اخر ديسيزيون. صراحه التشكيله بانت لي صعيبه، صعيبة بحكم بلجيكا راه كتضم لاعبين كبار، لا من الحارس كورتوا، لا من هازار، لا من بزاف تاع لاعبين، وحتى كرواتيا راه كتحتوي على لاعبين كبار. وصراحه كرة القدم راه ما كتعرفش لا منتخب كبير لا منتخب صغير، راه 90 دقيقة هي اللي كتحكم. ونقدر نقول لك المغرب ان شاء الله كنتمناو التكاليفة، يعني راه من 86 ما دزناش كاع الدور الثاني، نتمناو ان شاء الله ندوزو. صراحة ما عندهم ما يبدل، راه لاعبين راه كبار، ماشي عندنا لاعبين يلا غادي يبدا يجرب فيهم ولا لاعبين هوات، راه لاعبين كبار كيلعبوا في أندية اللي كبيرة، راه تقريبا اش نقول لك، واخا كاع غادي كيبدلوا كاع ثمن الخطة، ما عمرهم غادي زعما غادي نقولوا راه غادي نديو شي حاجة، ولكن بعد هذاك ضعف الإيمان كنتمناو غير بعد ندوزوا للدور الثاني نحققوا الحلم ديال المغاربة وتاع اللاعبين تا هما، عندنا لاعبين كبار كنتمناهم يحققوا واحد النتيجة زوينة. واخا كندا راه كرة القدم ما كتعرفش هذاك الشيء، منتخب صغير منتخب كبير، كندا راه هي راه منتخب كبير. مجموعة ما غنحقروش المنتخب ديالنا، المنتخب ديالنا كبير كبير بزاف إلا الكعبي، أنا غنهضر معقول. الكعبي ماشي غنطيح معنويات ديالو، هو مزيان تلعب بلا كرة، ولكن بعض المرات الجمهور ما تيفهمش هذا الشيء. الكعبي والله مأمر يحفظ دارو محسن ليه، وداك راحيمي خصو يلعب. وهاد الفرقة المجموعة طحنا في مجموعة مجموعة الموت، وغندوزو حنا الاولين في هاد المجموعة ان شاء الله. مدرب مزيان، هو كاين شي وحدين في جنابه هما اللي خصهم يهضروا على هاد الشيء، شي نماذج في جناب ديالو هما اللي كيديروا هاد المشاكل، ماشي هو اللي كيعزل اللعابة. والله من المدرب كيدخل اللعابة بالله، خص المدرب لا يحكم هو، المدرب دلق مع الراجا، جا ضيف شرف دلق مع الراجا في 97، مدرب مزيان. صراحة ملي واعر الجمهور ما هضر ما والو، حنا كنحترمو القزال، نحترمو سيدنا الله يخليه لينا، صافي سيدنا الله يخليه لينا، أحسن لاعب في المغرب عندنا هو سيدنا، صافي اللاعب رقم واحد صراحة والله. المجموعة اللي طحنا معها ديال كندا كرواتيا بلجيكا مجموعة مناسبة بالنسبة للمنتخب، ولكن المنتخب اللي لعب بها التشكيلة اللي لعب بها آخر ماتش راه غيرجعوا في الطيارة الأولى إن شاء الله. مجموعة مزيانة، ولكن المشكلة أنا خايفها من بلجيكا، بلجيكا اللي شوية زوينين بشكل، وعاوتاني الفرقة ما تتحقرش، خلاصة القول الفرقة كاع ما كتحقر، أي فرقة دابا بقاو على أسبوع كيبانوا لي، يعني قال لي مشاركين في المونديال أسبوع كيبانوا لي، حتى واحد ما بقى ساهل. قديمة التشكيلة ما والو، حنا كنا باغيين نجيب لنا حمد الله زياش زراوي، جبنا الدراري المزيانين الرحيمي، شي دراري ديالك شي لعبوها ضريبه ضريبه، وجيب لنا داك سميجو الكعبي ديال اللعيبه ديال مايكل جاكسون.